السلام عليكم. مريم الأشقر، الفتاة اللي تسبب اختفائها بضجة كبيرة جدا في لبنان عام 2011. شنو قصة هالفتاة؟ اسمع السالفة. مريم فتاة في أول العشرينات، بنت جميلة وخلوقة ومن عائلة محافظة. البنت مخطوبة وجالسة تجهز لحفل زفافها، ومثلها مثل كثير من الفتيات يعني الأمر هذا يسبب لهم توتر وقلق. ذاك اليوم قالت لأسرتها وهي جالسة داخل البيت يعني أنها بتطلع بتروح للكنيسة للدير علشان تصلي وتطلب من الله أن يحقق لها أمنياتها في الاستقرار، في أن تطلب التوفيق في موضوع الزفاف. طلعت من البيت وراحت إلى دير اسمه سيدة البشارة، موجود قريب من منزلهم على بعد يعني تقريبا 20-30 متر. المهم لما جت الدير أو الكنيسة ولا الأبواب الخارجية مغلقة، فضربت على باب الناطور الحارس، حارس الكنيسة اسمه فتحي جبر سلاطين. قالت له: فتحي افتح الباب أبدخل بصلي. وهذا فتحي الكل يعرفه، وخصوصا هم أهل المنطقة، تعتبر هالكنيسة هذه كنيستهم يعني، كأنه واحد رايح بيته يعني، والناطور يعرفهم عدل. ففعلا إذا جاء أي شخص يبي يصلي حتى لو كان غير أوقات المحددة للصلاة يفتح لهم الباب. المهم فعلا فتح لها الباب ودخلت في الكنيسة بروحها وجلست تصلي وتدعي وكذا. لكن جبر سلاطين أو فتحي جبر سلاطين كان أصلا حاط عين على مريم من زمان، معجب فيها وساحق عليها، وأصلا سبق أن فتحي في أكثر من مرة حاول أن يتقرب من هالبنت يتعرف عليها، لكن في كل مرة تصده وتقول أنا بنت مخطوبة وابتعد عن طريقي أحسن لك، لا تخليني أقطع رزقك وأنت مقترب، لأنه هو أصلا ما هو لبناني هو سوري، وإحنا مو مقصرين معاك ومعطينك هالوظيفة. وحتى كانوا يعطونا في ذاك الوقت $800 يعني كمبلغ كبير جدا بالنسبة لناطور، وهذا كان كنوع من التبرع من أهالي المنطقة لهالناطور هذا اللي يحرس لهم هالكنيسة. وكانوا يضبطونه، يرسلوا له الملابس، يرسلوا له الأكل وكذا، بما أنه حارس ومستعطفين أنه جالس بروحه. فكل ما كان يتحرش فيها مريم تقول له: ابتعد عني، أنا ماني ناقصتك، وأنا بنت ترى محافظة وما عندنا هالسوالف، وأنا يعني مقبل على زواج. لكن لما جت ذاك اليوم البنت على غير العادة في وقت ما في أحد غيرها أو تشتغل عنده، المشاعر مو الجياشة، الجحاشة، أصبح مثل الجحش. صار يراقبها لمدة ربع ساعة ويتلفت يطلع برا يشوف ما في أحد في الكنيسة، ما في أحد كان يلحق في مريم أو كان مرافق معاها، أطمئن إن أبدا ما في أحد يشوفه. ويروح إلى مريم وهي تصلي، وصار يتحرش فيها. مريم تضايقت، قالت له: يا فتحي أنت إيش فيك؟ شو بك؟ شو بك يا فتحي؟ شو بك؟ شو قصتك أنت؟ خلاص حل عني، حل عني.
ما بدي أعمل لك مشاكل أعمل لك مشاكل خلاص أنت ما بتفهم. وهذاك يقولها دخيلك أنا بحبك وأنا أنا بدي أتزوجك شو بدك في هاي الشاب اللي بدك تاخديه. قطعت صلاتها وقالت له يا ابن الحلال أنت شفيك أنت في شيء صاير براسك يعني معقولة يعني اللي عم تعمله هذا. قال شوفي أنا أغلقت الأبواب الخارجية للكنيسة واليوم يا أنا يا أنت. قالت له شنو يعني؟ قال لها يعني يا أنك تخليني يا أني راح أخذ منك اللي بدي إياه غصب. البنت قالت له أنت مجنون؟ أقسم بالله لفرجيك. وطلعت الموبايل اللي عندها تبي تتصل على خطيبها ويقوم فتحي ويطلع سكين يسمونها سكين سبع طقات. السكين هذا ممنوع يعني مجرم السكين هذا يستخدمونه دائما هالزعران يستخدمونه هالمجرمين. ويطلع السكين ويعطيها ضربة خفيفة جدا على الرقبة لكن هالضربة الخفيفة تسببت بجرح قطعي طوله تقريبا 7 سنتيمتر كان كفيل بأن يصبح شلال من الدم يخرج من رقبة البنت. انذهلت وكانت مصدومة بالضربة اللي تلقتها من فتحي بدون أي سبب. البنت حطت إيدها على الجرح وطاحت على الأرض على ركبها وتنزف بغزارة. أنتم عارفين الله يكفينا الشر خصوصا ضربة الرقبة والفخذ وبعض الأماكن مصيبة فيها الشرايين الرئيسية والتدفق الدماء يكون بشكل غزير. البنت طاحت على ركبها وحاطة إيدها والدم ملى الأرض. تعتقدون أن فتح يعني انصدم ولا ما كان قصده ولا يعني شعر بالندم؟ لا 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 ما شعر بالندم ولا شيء. البنت طاحت على الأرض وحاطة إيدها على رقبتها ويقوم ويسحبها من أقدامها من رجولها إلى غرفتها. والبنت تصرخ وتتألم وتنزف ويدخلها إلى غرفته ويبدأ بنزع ملابسها. لما جاي بيغتصبها ما قدر من كثرة الدماء اللي ملت جسد البنت المسكينة هذه. وبالإضافة إلى أنها تقاوم وتضرب برجولها وبإيدها والدم غرق الدنيا على الأرض وعلى الفرش وعلى ملابسه وعلى الحيطان قام غير الخطة. قال أنا ما أقدر. ويقال أنه أصيب بعجز يعني ما قدر يكمل موضوع الاغتصاب. إيش سوى؟ يبي يتخلص الحين من هالمصيبة اللي سواها. سرق الذهب اللي بيدينها واللي برقبتها وأخذ موبايلها وقام سحب البنت وهي عارية وطلعها من غرفته وأبعدها عن الدير في الحديقة التابعة للدير للكنيسة تقريبا 10 أمتار تقريبا في شجرة ويحطها عند الشجرة ويرجع مرة ثانية يجيب السكين ويبدأ ينحر في البنت إلى أن تأكد أنها فارقة الحياة. راحت البنت بدون أي ذنب. إيش سوى فتي؟ رجع على طول إلى غرفته وبدأ يمسح الدماء ويشيل ملابسها ملابس البنت ويبدل ملابسه جنزة وقميصة وكذا ويغسلهم وينظف
ويخبي الموبايل والذهب تحت صخرة خارج الدير، وشال الملابس ورماهم خارج أسوار الكنيسة، وبعد ما نظف الدماء في كل مكان رجع إلى البنت وقام حط جثتها داخل كيس يستخدم مثل شوال، يعني يستخدم للشعير وغيره، يعني كيس كبير، ويحط فيه الجثة ويمشي فيها مسافة بعيدة إلى أن وصل على جرف وادي ورمى الجثة وتخلص من ملابسها ورجع مرة ثانية علشان يمحي أي دليل تركه خلفه. البنت ما حد عرف وين راحت، أهلها ينتظرون ساعة ساعتين ثلاث أربع، أخوها طلع على طول وين راح، يدري إنها رايحة للكنيسة، راح الكنيسة مغلقة، ضرب الباب طلع على فتحي، قال له يا فتحي ما شفت أختي مريم؟ قال له لا والله ما شفتها، بعدين أنا يعني ما أعرفها عدل وكذا، قال له مريم لابسة كذا شكلها كذا، أختي اللي دايما تجي معانا، قال لا لا ما شفت أبدا، أصلا محجة الفترة هذه، وأنت عارف هذا مو وقت يعني حضور الناس للصلاة وكذا. قال له ماشي الله يخليك دور معاي، قال له حاضر أدور معاك، ويطلع معاهم فتحي يدور ويسألون، فتحي يروح مني وهذا يروح مني، المهم يدورون يدورون، حل عليهم الليل. اليوم الثاني خطيبها قالب الدنيا، أهلها قالبين الدنيا، وين راحت البنت؟ بلغوا السلطات الأمنية، البنت الآن دخلنا في اليوم الثاني مختفية، قالوا زين وين راحت؟ قالوا ما قالت أصلا بروح للكنيسة أصلي وأرجع، والموضوع ما يطول حتى نصف ساعة والكنيسة قريبة. لكن المصيبة أن الناطور يقول أصلا ما شفتها، يعني حتى أنها ما راحت للكنيسة ولا صلت. هل كانت مريم تكذب؟ مريم ما سبق لها أن كذبت، البنت جدا خلوقة متربية وأهلها يعرفونها عدل، مستحيل مريم قالت بتروح الكنيسة يعني تروح الكنيسة إلا إذا حصل لها شيء في الطريق، لكن أي طريق والكنيسة قريبة من بيته. في شيء غريب، أرجعوا لفتحي، يا فتحي أنت متأكد؟ قال محج شلون محج فتحي تكلم هني، حسوا أن فتحي فيه بلا، وخصوصا أن فتحي صار يبحث ويدور ومتعاطف مع الأسرة زيادة على اللزوم، كأنه يدري أن البنت حاصل لها مكروه، هم في بالهم أن البنت مختفية، يمكن هربت، يمكن ما تبي ترجع البيت، يمكن زعلانة، في أحد مضايقها، ما يدرون. أما فتحي وهو يدور معاهم ويقلب الدنيا ويدور تحت الصخور وبين الشجر كأنه يدور على جثة، كانوا يقولوا له يا فتحي انت شو تدور معانا، شوفها يمكن رايح بيت صديقتها، انت صالك يعني كم مرة بتدور في أماكن كأنك تدور على جثة. هني انتبه انه هو غبي، ان فعلا هم يدورون على واحدة ما رجعت البيت، مو واحدة مقتولة او مخطوفة، لانهم ما يدرون الى الان هذا نظام او طريقة بحثه كأنه يدور على جثة. هني اشتبهوا فيه رجال الامن، قالوا والله هذا في بلا، وخصوصا انه هو الوحيد اللي غريب في هالمنطقة، لانه يعني يقصدوا انه ما هو لبناني. ألقوا القبض عليه، تكلم تكلم قال ما عندي شيء، وأنا مستحيل وأنا إنسان مؤمن وأنا كذا. راحوا فتشوا غرفته ما لقوا شيء، البحث كان بسيط يعني يبي يشوفون إذا عنده شيء غريب ولا، لكن لما طلعوا من الكنيسة لقوا حبل نشر الغسيل هذا حاط فيه ملابسه، ويروحون ولا في بنطلون جينز، الجينز هذا فيه بقع غريبة مغسول، لكن البقع
يعني فيها صفار وكذا، والظاهر انه استخدم مساحيق قويه لدرجه انه تسبب باتلاف الجنس. قالوا هذا في شيء، اخذوا الجنس، اخذوا ملابسه، اطلبوا الادله الجنائيه، جو رفعوا البصمات، ولا في اثار دماء لكنها ممسوحه، والجنس في بقايا من الدماء. هذا الجنس هو اللي كشف لهم ان البقع اللي كانت عليه هي بقع لدماء تعود للفتاة مريم بعد ما اخذوا عينه من افراد اسرتها. او يمسكون فتحي من ركبته تكلم، خلاص هذا دم مريم، شاب دم مريم عندك وانت تنكر انها وصلت عندك وانها جت تصلي وكذا، ويبطل جربه. وين الجثة؟ قال رميتها في الوادي. حتى استعانوا بالدفاع المدني او الجيش اللبناني لحد ما قدروا يوصلون الى المكان الوعر اللي في اسفل الوادي اللي رمى فيه الكيس اللي داخل الجثة. المهم اركم بالطويلة، انتشلوا الجثة وكشف لهم عن تفاصيل ارتكاب الجريمة، والبنت ما لها اي ذنب، حتى ان ذكر ان البنت قاومت رغم انها كانت في رمقها الاخير تبي تموت، وهو حاول يغتصبها بعد كذلك ما طعنها لكنه ما قدر، خلاص اصيب بحالة صار في عجز، الدماء عرقلت موضوع الاغتصاب. ولما فحصوا البنت تأكدوا فعلا ان البنت لا تزال عذراء، الله يرحمها. المهم لكن صارت ضجة، وهذه هي مشكلة الشخص اللي يرتكب جريمة في بلد غير بلده، هذه تثير الرأي العام. وصراحة أنا ما ألوم أي بلد مثلا يزعل وتثار عندهم ضجة لما واحد يكون غريب على بلدهم ويسوي عندهم الجريمة، وهذا ترى كل البلدان، كل البلدان بدون استثناء تحصل عندهم مثل هالمواقف، وخصوصا بعد الأحداث. وفتحي سوري وعايش في لبنان، فصار الضجة يوم بحثوا فيه قالوا هذا مو بس إنسان عادي، لا هذا طلع ضابط في الاستخبارات السورية، وأكيد أن في أحد ادفع للقيام بهذه الجريمة. الموضوع كبر ووصل إلى البرلمان اللبناني والمرشحين قلبوا الدنيا، وصار الضج على هالسالفة. ضابط بالاستخبارات السورية هو اللي قتل البنت مريم، ليش ومن اللي وراه لكن بعدين شيكوا، ولا هذا ما كان ضابط، لا الشيء المتعارف عليه في جميع الدول، يعني في كثير من الدول عفوا، ان مثل فتحي ان خدم العسكرية في بلده، وبما انه حاصل على الشهادة الجامعية فعطوا رتبة، وهذا الشيء يعني يصبحوا كأنه في التجنيد الإلزامي، لكن لما يكون عنده شهادة يرقى يحطوا له نجمة، يعني أو أنه كضابط من ضمن المجندين. بعد ما انتهى من الخدمة الإلزامية رجع صار مدني وسافر إلى لبنان، لكن هو فعليا ما هو ضابط ولا في الاستخبارات، وأن الكلام هذا كان مجرد إثارة الرأي العام ضد السوريين الموجودين في لبنان. المهم وأنتم عارفين الأحداث اللي صارت كثير ما تضرروا يعني أخواننا السوريين بصراحة بلبنان، يعني تثار من قبل بعض الأشخاص اللي مستفيدين سياسيا ويحرضون الناس على السوريين وانهم جايين عندنا وانهم ماخذين وظايفنا وانهم كذا، وانتم عارفين كم بلد حصل فيه نفس هالموضوع هذا لما يجونهم اي شخص من خارج بلد، مو شرط السوريين يعني اقصد، لا لا من بلدان ثانية. المهم هني انتفى موضوع انه ضابط في الاستخبارات السورية وانه شخص عادي كان مجند وجاء، لا قالوا لا لحظة شوية، البنت
لأنها مسيحية، والولد هذا ما هو مسيحي. فقام الرأي العام مرة ثانية أثاروا موضوع الطائفية في هالقضية هذه، وإن هذا من طائفة ثانية وجاء اعتدى على البنت وشغال عندهم وما قصروا وياه. كان يقولوا لهم لحظة 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 لحظة، أول شيء الحمد لله أن فتحي ما هو مسلم، يعني ما هو مجرم مسلم ولا كان قلبت الدنيا، لأن فتحي أساسا من الطائفة يسمونها المرشدية. أنا بصراحة أول مرة أسمع فيها، هي طائفة غير معروفة المرشدية. المهم احنا بعيدا عن موضوع الطوائف وكذا، احنا نتكلم عن جريمة ووقائع حصلت يعني. فقالوا اساسا هو ما هو مسلم والموضوع ما هو طائفي وصار عابر يعني. فالولد فعلا يوم شيكه ولا هذا اصلا ما هو مسلم، فانتفى موضوع الطائفية من الموضوع، وتم محاكمة فتحي جبر سلاطين، وتم توجيه له عدة تهم، موضوع الاغتصاب، موضوع القتل، موضوع الاختطاف، موضوع التمثيل بالجثة، موضوع السرقة لأن سرق كذلك حتى موبايلها والذهب اللي عندها، وموضوع استخدام سلاح ممنوع ومجرم اللي أقول لكم سكين السبع طقات أو خمس طقات، في ناس تسميه كذي يعني. المهم مالكم بالطويلة، تم الحكم عليه في عدة أحكام، كان أشد الأحكام هو حكم الإعدام، لذلك تم تثبيت حكم الإعدام عليه بالإضافة إلى تغريمة مبلغ 400 مليون ليرة لبنانية يتم دفعها لذوي الضحية. أنا بقول لكم نصيحة بسيطة حول هالقضية، وجود مريم في مكان حتى لو كان مكان عبادة، أنا قايل لكم من أول وأنتم عارفين كم مسجد وكم مكان مقدس ومكان يعني من المفترض أنه يكون آمن، لكن تلقى فيه ضعاف النفوس، صح ولا لا؟ سواء كنيسة ولا مسجد ولا أي شيء. أنا كلمتكم من ناحية الإنسانية، ابعدونا عن موضوع الطائفية وكذا. الإنسان إنسان، لازم تكون يعني حريص على أولادك على بناتك، ما يروحون أي مكان حتى لو كان مسجد، حتى لو كان في بعض النساء يروحون المساجد، والله أنا أشوف ويكون المسجد فاضي ما في أحد إلا الحارس، ويروحون يدخلون من باب مصلى النساء، يعني هذه لو يهجم عليها الحارس من يكون جنبها؟ وانتم عارفين في بعض المرضى النفسيين من الحراس، من أصحاب المحلات، من معلمين، لما يكونوا بروح طبعا احنا خلونا نقول انهم من نوادر المجرمين هذول يكونون في هالوضع، يستغل المكان وظن الأسرة بأن هذا مكان آمن ويثقون فيه فيرتكب الجريمة. أو واحدة داخلة محل لبيع الملابس النسائية تلقى فيه رجل، وإذا كان أسيوي تقول لا عادي أسيوي يعني شو بيسوي، ويقول لها ما مروح يبدلي ملابس هني ولا يتحرش فيها. أو ترى يستغل حياء المرأة، مرات يتحرش فيها على الخفيف، يقول عادي خل تصرخ علي ولا تسبني ولا تتفل علي ولا تضربني كف عادي، بس هذول غالبيتهم مجتمع محافظ فراح تستر على نفسها وما راح تفضح الدنيا ولا راح تفضحني، يعني أقل شيء إنها فقط يعني إنها تسبني ولا تغلط علي ولا تتركني وتطلع، وخصوصا إذا كانت بنت ناس يعني أجاويد وخايفة الله وخايفة على سمعتها، تقول حسبي الله ونعم الوكيل، مرات حتى ما تشتكي، فعلشان ما تفضح نفسها تسكت. وهذول المجرمين يدرون في هالنقطة هذه،
فلما يلقى بنت من عائلة محافظة ويتحرش فيها يقول هذه ما راح تفضحني، تخاف على سمعتها، أو إن يعني إذا طلعت البنت ما هي مضبوطة إحنا في مكان بعيدا عن الأنظار. فالحذر، كل الحذر من الأماكن اللي ما يوجد فيها الناس بشكل مستمر. حتى المحلات، محل يبيع فيه رجل، المرأة لازم ما تدخله بصراحة، لأن والله سمعنا بلاوي بلاوي، مو بس يستغل عدم وجود أحد يعني مرافق معاها، لا 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 والله، يا في بعضهم يشرب الزبونة ماي، ولا يشربها عصير حاط فيه بلا، ولا حاط يحط لها بخور يخدرها، ولا يحط لها يرش لها عطر يطلع العطر هذا يدوخ، تصحى البنت بعد ربع ساعة ما تدري شو مسوي فيها. أقسم بالله العلي العظيم أن كثير من هالجرائم حصلت، وتصحى يصحون البنات بعد 10 دقائق ربع ساعة لكنها ما هي متأكدة هو مسوي فيها شيء، ولا يعني هي داخت وطاحت، ولا من اللي يثبت؟ من اللي يثبت؟ أنت وضعتي نفسك في مكان، أو وضعت نفسك كضحية سهلة للكلاب، حش الكلاب والله صراحة، والله الكلاب منهم فائدة، هالمرضى النفسيين الله يحميكم ويحفظكم ويستر على أهاليكم. هذه نهاية سلفتنا، وفمان الله، مع السلامة.